القرار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية أمس والمتمثل إلغاء الضريبة على رقم الأعمال بالنسبة للخبازين. هذا القرار الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية عنده ثلاث أهداف. الهدف الأول هو تخفيف الأعباء والتكاليف على الخباز. معلوم أن الخبازين يشتكون منذ سنوات، بل منذ تقريبا 30 سنة، من تقلص هامش الربح، لأن الدولة مدعمة الفارينة فقط. لذلك الخباز كان يشتكي من تقلص هامش الربح، وهذا اللي يدفع أن في الثلاث سنوات الأخيرة أكثر من 3000 مخبز اللي غلقت. لذلك نعتقد أن هذا القرار الهدف الأول تاعو هو ضمان هامش ربح قانوني للخباز، يستطيع من خلاله أن يستمر في نشاطاته وفي تقديم خدمته العمومية المتمثلة في توفير مادة الخبز. الهدف الثاني من هذا القرار وهو ضمان وفرة المادة. قلنا نتيجة للمشاكل التي كان يتخبط فيها الخبازون في جميع ولايات الوطن، البعض منهم ولا مادة الخبز ما يصنعش المادة الكافية. بعض المخابز اللي غلقت نهائيا أو غلقت مؤقتا. لذلك هذا القرار سيسمح بالاستمرار في ضمان هذه المادة الحيوية بالنسبة للجزائريين. الهدف الثالث لهذا القرار وهو توفير مادة الخبز دون اللجوء إلى رفع الأسعار. لأن هذا القرار ما دام أن الخبازين كانوا يشتكون من تقلص هامش الربح وكثرة التكاليف، إذن هذا القرار سيخفف عليهم ويضمن لهم إلى حد ما هامش ربح قانوني وشرعي. إذن من خلال ذلك نعتقد أن هذا القرار سيريح جميع الخبازين على المستوى الوطني، اللي فوق العدد تاعهم 15000 خباز على المستوى الوطني. كذلك هذا القرار سيضمن توفير هذه المادة، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، زيادة على أن هذا القرار سيحافظ على السعر المقنن، باعتبار أن الخبز مادة مدعمة، سيحافظ هذا القرار على بيع الخبز بسعره المقنن.